السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. صديق عزيز، أخ عزيز، طلب مني 10 أصوص لحم شغالين، فأضمن حاجة، لأن هو وثق فيا إن أنا يعني إن أنا أبعت له شحن. فأنا كنت طبعا أفضل دايما الاستلام من المنزل أريح، وإنه يشوف حمامه عندي على الطبيعة. لكن هو الراجل وثق فيا واتفقنا يستلم من الموقف. فطبعا هو الفيديو ده ليه برضو ان هو يشوفه، وللمشاهدين يشوفهم ازاي تشتري حمام لحم، وايه اضمن شيء ان انت تشتريه في السلكات. مفيش اضمن من اني اخليه يشوف الحمام وهو في السلكه نفسها. فده الباب بتاع السلكه، والله انا شايل لسه الزغليل بتوعه، لسه يا دوبك بيعتمدوا على نفسهم، وتحتيه حصى ان هو قرب يفقس اهو. بسم الله ما شاء الله. هو سالني الحمام بيلحم على كام يوم، فانا قلت له من 12 ل 20 يوم. انا قلت له الحقيقه، لكن اذا انا قلت لك من 12 ل 20 يوم وحضرتك غيرت المكان بتاع الحمام زي ما ناس كتير بتعمل، يعني ايه، على بال ما الحمام يتعود على المكان بيبدا يشتغل وتاخد منه النتيجه دي. وبرضه هقول لك الطريقه اللي انا ماشي عليها في الاكل بتاعته والفيتامينات بتاعه علشان تمشي على نفس الوضع، ما يختلش في الحمام حاجه، علشان الحمام على بال ما يتعود على اكل اللي انت بتقدمه له، لو اتغير عن اللي انا بعمله ممكن يتاخر شويه على ما يتعود على الكلفه اللي انت بتقدمها والفيتامينات اللي او الاضافات. فانا هقول لك الحكايه دي في اخر الفيديو بعد ما اوري لك الاصوص اللي انت هتاخدها. ده طبعا ربنا يعني وانقل البيض ده احضنه تحت حاجه تانية. طبعا كل الحمام اللي انت هتاخده بدون بيض وبدون زغاليل، لكن ده شكل القص الواحد رقم واحد. كمان حاجه هعملها لك، طالما ان انت انا سالته هتربي في سلكات ولا سايب، قال لي هربي في سلكات وده افضل طبعا، فهضطر اعمل لك حاجه عشان اريحك برضه من انك ايه تسكنهم العيون بتاعتهم او السلكات. هلبس كل قص بدبله زي دي، طبعا مش الدبله دي، فانت هتلاقي الارقام اذا كان مثلا 15 هيبقى 16 الجزء مع بعضه، يبقى مثلا 15 و16 مش دي، لان دي مش لاقي اختها. هتلاقي مثلا 47 و48 يبقوا اللي هم الجزء اللي هتسكنه تعرفهم مع بعض عشان ما تدخش فيهم اما تعرف مين اخد مين. هتسكن على طول 47 48 49 50 وهكذا. يبقى ايه القص 47 و48، ده تعرف ان ده قص اخد بعضه. ده رقم واحد هتاخده، اللي تحته حصى. ده القص الثاني، بسم الله ما شاء الله، ان تم حصيه اول بيضه زي ما حضرتك شايف، ومعاه جوز زغليل عشان برضو الناس اللي كانتش مصدقه 12 يوم ويقول لك الكلام ده ايه اهو. بسم الله ما شاء الله. وهنشوف برضو تاكيل الاهالي للزغليلها، بسم الله ما شاء الله. مش هقول لك ان هم عمرهم قد ايه عشان ايه باين كده عمر الزغليل. خلاص تاكيل بسم الله ما شاء الله، ومعاهم اهو بعضهم. ده خير دليل لما قلت لك من 12 ل 20 يوم يعني. لكن مش هقول لك ان باستمرار الحكايه دي، يعني ممكن مره تفلت ولا حاجه علشان هي مش مكنه. بس هقول لحضرتك على حاجه، احنا دايما بنواجه مشكله مع الحمام اللحم. ايه اللي هي المشكله؟ ما اعرفش حضرتك ربيت حمام لحم قبل كده ولا لا. الحمام لما بيلحم على وقت قصير، يعني مثلا 12 يوم زي ما قلنا كده، وفي ناس يعني قالت اقل من كده، يعني في ناس قالت ممكن من اسبوع، لكن انا عندي حقيقه يعني اقل حاجه كانت 12 يوم زي ما قلت لك، 12 يوم ل 20 يوم. المشكله بقى اللي هي ايه؟ الزغاليل دي، وطبعا في بيضه. بعد اسبوع كمان مثلا الزغاليل دي هتبدا تطلع من الطاجن وتجري ورا الاهالي عشان تاكلها، فممكن بتبوظ البيض ده، او ان هي بتعك البيض برجليها فممكن البيض يبوظ. فاحنا بنقوم بنضطر في الحاله دي بنعمل ايه؟ يا اما ناخد البيض بتاع القص ده نحضنه تحت حمام تاني، او نعمل حاجه تانية، او ناخد الزغاليل ناكلها احنا او نحضنها تحت حمام تاني. دي المشكله اللي بتقابلنا. غير كده اللي يقول لك ان الحمام اللحم ما بيلحمش، لا، الحمام اللحم بيلحم فعلا لو اهتميت بالرعايه دي، اللي احنا الحاجات اللي انا هقول عليها دلوقتي. ده مثال، انا كنت سايب الزغاليل بتاعه القص ده لحد ما كبرت واتفطمت. شوف البيض بتاعهم بقى عامل ازاي، شوف طبعا عاكين البيض لان بيجوا من الطاجن ده للطاجن ده، يجوا يروحوا للاهالي. فانا هبدا ابدل، اغير فطمت الزغاليل وهغير مكان البيض ده، احط طاجن نظيف او افرشه تاني بالتحديق. فدي مشكله اللي احنا بنقابلها، يعني اللي هو بيلحم بسرعه مش ميزه كبيره قوي الا اذا كان عندك اصول للتحضين. فالافضل انك تاخد بيض لو برضه بدري، تاخد بيضهم تحضنه تحت قص تاني. ده القص الثالث، ما شاء الله معاها زغاليل، باين الحمام، باين المستوى. يمكن انا شفت صورت القص ده اللي هو كان بيرمي قشره البيضه، بينضف عشه. هنشوف بقى الزغاليل اللي تحته، بسم الله ما شاء الله، انا محضن تحته 3 زغاليل عمرهم تقريبا الوقت 7 ايام ولا حاجه، برضو هنحضنهم تحت حمام تاني. يبقى كده 3 اصوص، ربنا يعيننا برضو علشان ننقل الزغاليل دي
طبعا اجهاد على المربي ان يحط 3 زغاليل مع بعض، فينقلهم مع حمام تاني يبقى معاه 3 زغاليل، حتى لو زاجل. انا عندي الزواجل اللي هي للخدامين زي ما بيقولوا او للتحضين. ده قص رابع، شفنا 3، ده الرابع معاه زغلوله، بسم الله ما شاء الله كبر شويه، وزغلول زاجل لان كانت بيضه اتكسرت. فشوف الفرق بقى بين، تعرف هم كانوا من عمر بعض وهم صغيرين، شفت الفرق بقى بين زغلول الزاجل وزغلول اللحم، مع ان الزاجل زغلوله يعني اكبر من البلدي. شفت بقى فرق الزغلول. النتايه بتحضر العش، احتمال تبيض بكره، لا مش بكره، احتمال بعد بكره وبعده، يعني لو انا شحنت لك الجمعه تبيض بيضه هنا عندي وممكن تبيض التانيه عندك. ده كده 4. القص الخامس هنشوفه، بسم الله ما شاء الله، تحتيه زغاليل برضه هو، بسم الله ما شاء الله. مش هقول لك انا شايل زغاليلهم وهي صغيره. طبعا انا هاخد الزغاليل بتوعها ابدا احضنهم تحت قص تاني، وليكن القص ده لان ده فقس بيضه من تحت اهوت، والتانيه خلاص نقره. هسيب ده، كنت نفسي ادي لك القص ده برضه، لكن عشان مش لاقي مكان للتحضين، يعني اللي هي الزغاليل اللي انا هشيلها هحطها ايه تحت الحمام ده. حاول احط هنا فرد زغلول وفرد في حته تانيه، وربنا يسهل ويعيننا ان شاء الله. المهم تكون حضرتك ايه مرضي وتدعي لنا بالبركه ان شاء الله، وربنا يبارك لينا وليك. كده 5. لسه فاضل قص. القص السادس انا كنت جايبه هنا في مكان ما كانش له في مكان عندي، سايبه اهو في رجلي الدبل ما شاء الله، انا عارفهم من كده. دول كان لسه اخد زغاليلهم اللي هي عملت عليها الفيديو، كنت محضن تحتهم 3 زغاليل. هم دول القص السادس اللي انت هتاخده اهو، بسم الله ما شاء الله. طبعا حضرتك كنت عايز 10، كان بودي والله اني اعطيك ال10. انا عندي ممكن اعطيك من الشباب ده، بس الشباب ده مش هضمن لك، لو قلت لي ايه ذكر ونتاية ممكن نتلخبط، يطلع ذكر مش بتاع النتاية، فمش عايزين الحكايه دي. فانا هديك من المتسكن في سلكات. وعلشان ما حدش يقول لك ما فيش حد بيبيع حمام لحم شغال او اي حمام شغال، لو عنده حاجه كويسه شغاله، لا انا ببيع الشغال، اضمن لي واريح دماغي، يعني عشان اريح دماغي من مشاكل ما بعد البيع. طب ليه انا هبدي لك وافضي السلكات؟ لان ده شباب بسم الله ما شاء الله انا بشببها اهو، عندي بديل، فانا هسكن مكانهم من الشباب اللي عندي ده، بسم الله ما شاء الله الشباب اهو. لكن انا اللحم اللي هبيعه دلوقتي حاليا يا هبيع المتسكن في سلكات زي ما بعته قبل كده والناس بتدعي لي الحمد لله، او زغاليل، اضمن ليك ان انا هديك اللي هو في السلكات جاهز او زغاليل اهو، فانا هسكن مكانهم، فانا مش هخسر حاجه، هسكن هيبقى شباب شايفهم قدامي، لكن اللي انت هتاخده حمام مضمون. طيب انا هقول لك برضه، اوريك الكرتونه واقول لك انا ماشي على ايه. فعلشان تكون مطمئن برضو، دي طريقه فتحات الكرتونه اللي انا مفتحها من ال4 اجناب بالشكل ده. ده انا عاملهم في ال4 اجناب اهو، لو شفنا هنا برضو هتلاقي نفس الفتحات بالظبط، اللي هنا هو اللي هنا، من كل الاجناب 4 فتحات بالشكل ده. وانا انت هتشوف الفيديو ان شاء الله قبل ما اشحنهم لك، لو في اي تعديل اي ملحوظه عرفني. باقي بقى ان انا اقول لك انا باكل ايه. انا باكل دوره حمام عادي، الخلطه انا بعملها على ايدي، دوره حمام عادي ممكن شفت الفيديوهات قبل كده، ودورة اصفر برضه، بس انا شلت الدورة الاصفر دلوقتي لاني كنت بعطي رافع مناعة وحاجات كده للجدري. ارجع لفيديو الجدري برضه هتلاقيه على القناة، اللي هو الجدري ظهر في الشتاء. يبقى دورة حمام ودورة اصفر وفول وبسلة وقمح، هتلاقي المقادير في الفيديو اللي قلت لك عليه، الفيديو السابق ده. خلاص يبقى كده الكلفة اللي انا باكل منها، عشان لو غيرت في حاجة ممكن الحمام يتأخر معاك شوية. تاني حاجة جروفيت بلس، كلنا عارفين جروفيت بلس 3 ايام في الشهر، خلاص انا بديه كده، انا بقول لك على اللي انا بعطيه 3 ايام في الشهر. زائد ده طبعا الجروفيت بلس ممكن تشتريه كده بالعبوه صغيره، ممكن تشتريها بالشكل ده، زائد السيلينيوم المستورد سواء ايطالي او هولندي اللي تلاقيه. نسيت اقول لحضرتك برضو الكلفه دي بحط على كل 5 كيلو، كل 5 كيلو بدهم معلقه كبيره من ثنائي فوسفات الصوديوم، ده دايما باستمرار طول الشهر، زائد التحديق اللي انت بتفرشه في الطواجن اللي هو في محار البحر متوفر عشان يعوضهم الكالسيوم، لان الحمام اللحم بيستهلك برضو عشان حكايه البيض، فمحتاج الكالسيوم اللي هو موجود في محار البحر، خلطه التحديق يعني. تمام، يبقى هم دول الحاجات اللي هي الاساسيه اللي انا ماشي عليها. طبعا ادويه الديدان اذا جد جديد، الحاجات دي، الفلاجيل اللي برضو 3 ايام في الشهر، ده الاشياء اللي انا ماشي عليها دايما. ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله ويبارك لنا، وان شاء الله اذا عجبك الحمام، اذا عجبك الحمام لما سكن حمام تاني مكانهم ما يغلاش عليك اي حمام، تاخده من العيون في السلكات جاهز كده، مش هعطيك من الحمام اللي هو الشباب او اللي هو السايب، علشان تكون ضامن ان الحمام ده شغال. ارجو في النهايه بقى، ارجو ان يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لازم تعمل لايك ان شاء الله يعجبك الفيديو، واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.